بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. النهاردة يا جماعة هنتكلم عن أبليكيشن كلنا عارفينه، من الأبليكيشنز بتاعة مايكروسوفت. هنتكلم عن أوفيس 365 باور بوينت. إزاي نشتغل على الباور بوينت اللي احنا جايبينه من على 365؟ طبعا احنا معظمنا بيروح يلجأ لتطبيقات غير شرعية او غير مرخصة. لا، هنا الايميل بتاعك بتاع الوزارة بيقدم لك تطبيقات اصلية من منتجات مايكروسوفت مرخصة، بيقدم لك كل التسهيلات فيها، ان هي متجمعة كلها عندك في الكنز اللي معاك، اللي هو الايميل بتاع 365. لو جينا هنا عملنا سيرش على 365 ميل بتاعنا، طبعا الميل هنا مجمع لنا التطبيقات كلها بتاعت الاوفيس. خش طبعا بالايميل بتاعي بتاع الوزارة، طبعا عشان انا كنت داخل قبل كده، فطبعا هو مش سايف عنده هنا زي ما انتم شايفين، فهعمل ساين ان عشان ايه اديله. اولا لو هخش باكونت تاني اعمل سويتش، هيطلب مني الباسورد بتاعي. هدخله الباسورد، هنا طبعا هيفتح على صفحة 365 ميل، وهيوريني جميع التطبيقات المتاحة عندي ان انا اشتغل عليها اونلاين، زي مثلا السواي، الوان نوت، الوان درايف، الاوتلوك، شير بوينت، التيمز، السواي الى اخره، الفورمز. طبعا انا لو انا عايز اشتغل اونلاين هعمل كليك بس على ايه، على الباوربوينت هنا هيشتغل ايه اونلاين. لا، احنا عايزين نثبت الباوربوينت او الايه 365 اوفيس 365، اثبته عندي على ايه، على الجهاز. هعمل كليك على تثبيت اوفيس، طبعا هنا هقول لي تثبيت، وهنا خيارات تثبيت. طبعا من خيارات التثبيت انا بحدد اللغة اللي انا هشتغل بيها، انجليش او عربي، الابليكيشن 64 ولا 32، طبعا على حسب السيستم بتاع الجهاز بتاعي وحسب الايه النظام. طبعا هنا هعمل تحميل للاوفيس، ومن ضمن الايه التطبيقات اللي هتتحمل عندي الباوربوينت اللي انا هشتغل عليه النهارده. بعد ما يتحمل هخش هنا على الستارت بوينت، هكتب كده باوربوينت، هيظهر لي باوربوينت وتحته كلمة ابليكيشن. هعمل عليه كليك زي ما احنا عملنا كده، هيفتح لنا ايه الصفحة باوربوينت عادية زي اللي بيظهر عندنا في باوربوينت 2016. من خلال التطبيق هنا انا هعمل عرض مثلا لتدريب انا عملته زي كلاس روم. language نحط الاسم، بعد كده يعني انا مش هسيب الشريحة بلين كده سادة قدامنا، لا انا عايز اعمل لها شكل. طيب هنا طبعا برضو بيقدم لي حاجة حلوة قوي اللي هو التصميم او ايه هنا الديزاين لو كان بالانجلش. هعمل كليك على الديزاين او تصميم، هيظهر لي هنا افكار التصميم، هعمل عليها كليك، هيظهر لي بقى ايه افكاره بقى، هو افكار البرنامج اللي جايبها من على النت مثلا او اللي هو عاملها. تمام، طبعا الصورة اللي تتناسب مع الايه العنوان بتاعي، الصورة التانية مثلا كده، طبعا هنا في صور كتير واعملها لي كايه كاختيارات ليا. تمام، هختار الصورة التانية Classroom Language،
انا لو انا عايز اعمل لها افتتاحيه ممكن اقف قبلها كده قبل الشريحه دي واعمل كليك يمين وشريحه جديده، او اجي من فوق الشريط الرئيسي واعمل شريحه ايه جديده. طيب الشريحه دي انا عايز اعمل فيها ايه؟ الشريحه اللي انا هعملها الجديده دي انا عايز احط عليها صوره مثلا ايه ستاره. انا ممكن اعمل من ادراج وتكون الصوره محفوظه عندي على الجهاز، هعمل ادراج صوره تكون الصوره عند الجهاز، او مثلا انا ممكن مثلا كده اخش على الايه على الجوجل واكتب ستاره مسرح واشوف بقى الصور بتاعتي. مثلا ناخد الستاره دي اعمل كليك يمين ونسخ الصوره، هستخدم معاها طريقه بدائيه خالص في الشغل، واجي هنا انسخها خالص واعمل لها فت للشريحه. ممكن بعمل حاجات تانية تعمل فت اوتوماتيك للصوره، لا انا عايز اشتغلها بايدي كده ايه قدامكم زي ما يكون لسه ببدأ ايه على الباوربوينت بتعلم. تمام. طيب الستارة دي هتفتح ازاي ولا تقفل ازاي؟ هي اصلا ستارة ثابتة كده، الصورة جايبها من على النت كده. هاجي على الشريحة التانية اللي قدامي، هقف عليها واجي هنا على انتقالات ترانزيشنز، وهختار ستارة فتحها اتفتحت الايه الستارة. تمام، يبقى جيت وقفت على ايه انتقالات او ترانزيشنز واخترت ايه كيرتن او ايه ستارة. طبعا في انواع كتير ستائر، لان الستارة بتفتحها هو جاي بيوضحها لي في الصورة. عايز اعمل ادراك شريحة تانية هقف بعدها طبعا، وزي ما اتعلمنا يا اما كليك يمين ادراك شريحة جديدة او الشريط الرئيسي ادراك شريحة جديدة. تمام، انا عايز احط الصوره محفوظه عندي ادراج صوره، الصوره دي محفوظه عندي مثلا على الايه على البيكتشرز، هدوس على الايه على البيكتشرز واختار الصوره اللي انا عايز احطها على الشريحه واعمل لها فيت. طبعا هو طبعا قدم لي تصميمات جاهزه زي ما عمل، لا انا عايز بس ايه انا اعمل لها فت كده على الايه على الشريحة. تمام، اعمل برضو ادراك شريحة جديدة، بعدها هستخدم بقى من فوق الشريط الرئيسي شريحة جديدة برضو هعمل فيها صورة ادراج صورة. بيكتشرز انا مسيب عليه واختار مثلا ايه الشريحة دي مثلا واعمل لها فت على الجهاز بتاعي. عملت لها فت على الشريحة، هبدأ بعد كده ان انا ازاي احول العرض بتاعي ده الى عرض فيديو. هاجي على عرض شرائح، دوست على عرض الشرائح طلع لي تسجيل عرض الشرائح. عندي هنا خيارين في التسجيل، يا اما ابدا من الشريحه الحاليه لو انا واقف مثلا على الشريحه الثانيه الثالثه الرابعه وعايز ابدا منها، او التسجيل من الشريحه الحاليه، او التسجيل من الايه من البدايه، يعني تبدا من ايه الشريحه البدايه البدايه خالص، او ادوس عليها كده من غير ما احدد طلع لي ايه التسجيل. تاني
هعمل هنا اسجل مثلا ايه، نسيب دي خالص، اسجل مع الشريحه الثانيه. هدوس تسجيل، بسم الله الرحمن الرحيم. Today we will speak about classroom language. How to use English in our classrooms for English, science and math teachers and in the international schools for the social studies teachers also. أنا سجلت الكلام اللي هقوله على الشريحة كده، نسمعه كده تاني مع بعض. هعمل إيقاف، إعادة تشغيل. Classroom language. How to use English in our classrooms for English, science and math teachers. طبعا زي ما انتم شايفين كده ان انا سجلت على الشريحه بتاعتي. افرض انا مش عاجبني التسجيل بتاعي ده على الشريحه، اجي على مسح واعمل مسح التسجيلات على الشريحه الحاليه، تمام؟ او لو انا عايز امسح الشرائح كلها، مسح التسجيلات على كافه الشرائح. طيب ايه بيقدمه لي برضو عرض الشرائح؟ بيقدم لي فيديو، يعني انا ممكن اشرح واتكلم والفيديو بتاعي ظاهر قدامي على ايه، على الشاشة اهو زي ما انتم شايفين. هعمل تسجيل اهو، التسجيل هيظهر بالفيديو بتاعي وانا بتكلم اهو على ايه، على الشاشة. طيب بيقدم لي ايه كمان غير الفيديو؟ بيقدم لي ان انا ممكن اعمل مثلا ايه هايلايتس. مثلا لو انا جيت مثلا على الشريحة التانية وانا عايز اعلم مثلا على جملة للطالب ياخد باله منها، اعمل هايلايتس باي لون من الالوان اللي انا ايه اختارها، هنا او هنا، دي كلها ايه هايلايتس. لو انا عايز اكتب، ممكن اخد القلم الرفيع ده اكتب بيه مثلا ايه انجليش ايه، تمام. لو مش عاجبني الخط انا ممكن ايه اجيب الاريسر وامسح الايه اللي انا ايه كتبت. فدي امكانيات بيقدمها لي ايه الباوربوينت. انا كده خلصت التسجيل على كافة الشرائح، سجلت كل الشرائح بتاعتي وشرحتها للطالب او للتدريب اللي انا هعمله. هاجي بقى هنا اعمل سيف للايه، للباوربوينت بتاعي. اجي من الملف حفظ باسم، من حفظ باسم هختار الكمبيوتر الشخصي اللي انا هحمل عليه الشغل بتاعي. فهحط هنا الاسم بتاع التدريب بتاعي، وليكن مثلا تدريب غير المتخصصين، تدريب غير المتخصصين، المتخصصين، تمام. وهعمل هنا اختار من تحت الفيديو بتاعها هيتسيف ازاي. انا احنا قلنا ده عرض باوربوينت انا وسجلت عليه، فانا عايز اسيفه عندي كفيديو. فهقوم هختار من تحت كده ام بي 4، تمام. وهعمل ايه حفظ، طبعا احدد ان انا هحفظه مثلا على الدوكيومنتس ايه بتاعتي، ودوست على ايه على حفظ، واتحفظ الشغل ايه بتاعي، تمام. طيب الشغل بتاعي ده انا تمام عايز ارفعه على اليوتيوب. طبعا يا جماعه كل واحد فينا مثلا معاه جيميل بتاعه. طالما انت معاك جيميل يبقى حضرتك معاك قناه خاصه بيك على اليوتيوب على طول اوتوماتيك. فلو جيت هنا على المربعات الصغيره هنا على صفحه الجوجل واخترت مثلا ايه يوتيوب، ضغطت على اليوتيوب فتح لي طبعا اليوتيوب بتاعي. من خلال بقى اليوتيوب هنا مثلا هيظهر لي في الجزئية دي الصورة بتاعتي، او مثلا لو انا لسه ما عملتش القناة هيقول لي قناتك. نفتحها كده مع بعض ونشوف
ازاي نعمل او نحمل الفيديو على اليوتيوب. هنا طبعا ظبط الصورة بتاعتي كده، افتح عليها من خلال الصورة بتاعتي، هنا هيظهر لي ايه قناتك او يور تشانل. هدوس طبعا على قناتك. لو حضرتك لسه ما عملتش القناة تمام، هيقول لك بقى عايز تسميها ايه، عايز تحط لها صورة شكلها ايه، تظبط القناة زي ما انا ايه عامل كده. واقوم فاتح زي ما انتم شايفين كده انشاء فيديو او مشاركة فيديو، ادوس عليها تحميل الفيديو. طبعا الفيديو ده متحمل عندي على ايه، على الدوكيومنتس، على الوثائق عندي. من هنا هرفع الفيديو بتاعي على اليوتيوب، ودي اول خطوة لرفع الفيديو على اليوتيوب. لما ارفع الفيديوهات بتاعتي على اليوتيوب، هتبقى طبعا حفظ الفيديوهات، توثيق ليها، ممكن ابعتها بكل سهولة تمام، لان في بعض الفيديوهات تبقى كبيرة ما اقدرش ابعتها على الايه، على الواتس او الماسنجر. طبعا هختار اختيار الملفات او الفيديو اللي انا عايز ارفعه. الفيديو بتاعي طبعا موجود هنا على الايه، على الدوكيومنتس، تدريب غير الايه المتخصصين. هيبدأ بقى هو يرفع الفيديو بتاع تدريب غير المتخصصين. دي اول خطوة. العنوان المطلوب لو انت مسميه اصلا هيظهر لك بالعنوان اللي انت مسميه ايه، مسميه بيه تمام. وطبعا هو كده ايه شغال 1% تحميل. وطبعا تحميل الفيديو او رفعه على اليوتيوب بيعتمد على سرعة النت عندك. طبعا تحميل الفيديو على اليوتيوب بيمر بثلاث خطوات او بثلاث ايه مراحل. اول حاجة التفاصيل زي ما انتم شايفين كده تمام. وفي التفاصيل جزئية مهمة جدا تمام، اللي هي انا ممكن يعني انا عايز مثلا ايه الفيديو بتاعي، عايز ابدأه بصورة مثلا من عندي، يعني احط صورة كده ترويجية للفيديو. ممكن اعمل هنا تحميل صورة ايه، صورة مصغرة برضو من على ايه، من على بيكتشرز، الصور اللي انا محملها. لو انا مثلا ايه عندي صورة ترويجية مثلا اللي هي اهو مثلا الصورة دي، احطها دي كده. الصورة كده يا جماعة هتبقى بداية الايه الفيديو بتاعي. الخطوة التانية او ممكن هنا هيظهر لي طبعا بعد ما يحمل خالص، هنا هيظهر لي الصور اللي موجودة على الايه، على الفيديو. اختار من الصور، لو انا عايز اختار من الصور الموجودة في الفيديو نفسه اختار من هنا. الخطوة التالية طبعا عناصر الفيديو. الفيديو ده مخصص للأطفال أو مخصص للأطفال، يعني مفيهاش حاجة تمنع لو يبقى مخصص للأطفال. لو أنا مثلا مش عايز مخصص للأطفال أو في حظر فئات عمرية معينة، أعملها من إيه، من هنا زي ما أنتم شايفين. نخش على مستوى إيه، مستوى العرض تمام. لو انا عايز اضيف شاشة للنهاية او كده ممكن اعملها من ايه، من هنا. طيب طبعا هيفضل يحمل، ولما يخلص خالص هعمل له هنا ايه طبعا ايه التالي، هعمل له ايه، ها هو هنا طبعا هنا الفيديو ده انت عايزه يظهر خاص مجموعة معينة او غير مدرج او لا انا عايزه علني يبقى كله يشوفه. هدوس على علني تمام.
عملناه علني ونعمل هنا ايه النشر. طبعا مع النشر بتاعه طبعا بياخد وقت مع الايه مع النت، هيظهر طبعا على قناتك اللي انت عاملها زي ما احنا عملناه هنا، طبعا ده لسه شغال تمام. هيظهر مثلا ايه هنا تدريب غير الايه المتخصصين، ده التدريب اللي احنا عملناه دلوقتي وان احنا اشتغلنا فيه تمام. احب اشوفه طبعا اعمل له تعديل او كلام من ده من هنا. احب اشوف القناة بتاعتي كاملة واتفرج على الفيديو اللي انا ايه حملته على القناة تمام. تدريب غير المتخصصين اهو بالصورة اللي انا ايه حاططها. طبعا دي وسيلة كويسة للتواصل مع ايه مع طلابك مع المدرسين زمايلك في تدريبات. In classroom like giving instructions of praise, for example take out your books or please sit down. This is language that teachers are used. طبعا ده الفيديو بتاعنا زي ما انتم شايفين. And increases the amount. فعندنا على سبيل المثال التيتشر هنا بيقول ايه هنا في الصورة. Look at the board. صح صبورة. Write on the board. Dictate a sentence. ده الفيديو بتاعي ايه بالكامل. Put away your الحاجات اللي انا ايه سجلتها من عن طريق عرض الشرائح. نشوف كده الايه الشريحة الاخرانية. Teaching you English this year. I am your new math teacher, science teacher. Okay. I've got three lessons. بكده يبقى كده الفيديو بتاعي ايه معروض للجميع تمام. اخد اللينك بتاعه من هنا او من هنا تمام، وابعته لزمايلنا، ابعته احطه على الفيس، ابعته في الجروبس تمام. بقى سهل بالنسبة لي او سهل التداول بالنسبة لي تمام. وبكده يبقى احنا النهاردة خلصنا محاضرة النهاردة، وبشكركم على ايه على حسن استماعكم وحضوركم معانا النهاردة، ونعتذر عن ايه عن اي تقصير مننا. وشكرا لكم ونستودعكم الله.